عم الدنيا كلها. انت حبيبي عامل ايه؟ عامل ايه عجور ترندات؟ كله فل. عايزين نتكلم طبعا ما شاء الله تكريم المداح، يعني لازم نجاح المداح بقى خلاص علامه مميزه بالنسبه لك. الحمد لله، يعني هو ده نعمه من عند ربنا، ودي رجست اهي ثالث سنه مع المداح برضه اهوت، ويمكن انا السنه اللي فاتت ما عملتش غيره وخدت عليه برضه جايزه، فالحمد لله حلو قوي كده. ايه السبب يعني؟ ما شاء الله كنا دايما نحب يعني خالد سرحان لازم عملين في رمضان. ركزت انت في المداح السنه دي؟ هل كان انه كان صعب اكتر ولا كان ايه المفروض؟ لا انا ما شفتش عمل تاني اقدر يعني جالي حاجه كويسه اقدر اعملها جنبه يعني بصراحه، فما عملتش حاجه تانية. لكن السنين اللي قبلها كنت بعمل مسلسلين 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 كده يعني. لما تلاقي الدور اللي انت اللي بيناسبك يعني. قال لك ان يعني في اخبار نزلت ان محفظ ابو هاب يضع المداح في ورطه بعد اعتذاره عن الجزء الخامس، شايف الكلام ده؟ لا 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 خالص خالص، ولا ورطه ولا اي حاجه، لان انت كل سنه بتجيب ابطال جديده، ده طبيعه المسلسل. ما تقدرش تغير، ما تقدرش تكرر واحد سنتين اصلا. وكويس هو قافل عالي قوي، خلي بقى اللي جاي من بعده يقفل اعلى واعلى يعني. القفله دي ما حدش فاهمها، فلا بعد اذنك فهمنا اي حاجه. لما تفهم انت بقول لي. طب انا عايز بس نتكلم عن قال شنب اللي يمكن اتعرض في الجونه وكان عمل رد فعل قوي جدا. حاسه هيقدر يحقق نفس النجاح في السينما كمان ولا هو فيلم نخباوي اكتر؟ اللي هو قال شنب، قال شنب فيلم كوميدي هينزل الشهر الجاي. حلو جدا. كوميدي جدا جدا. وليلى علو عامله كوميدي، وسوسن بدر عامله كوميدي، ولايب لبا عامله كوميدي، وانا ومحمود البزاوي. لا ما تمام. طيب يعني طبعا كل انا ولادي نفسهم لما اتفرجوا على اولاد حريم كريم حبوا الفيلم قوي، فده بياكد ان الفيلم ده حاجه مهمه يعني. ممكن تكلميني عن انا بحب الفيلم جدا جدا، انا حتى وانا بقرا الورق بتاعه وافتكرت الذكريات، وانت لما تشوفه هتفتكر الذكريات، وحتى هتلاقي اولادك هيقول لك طب احنا بقى عايزين نتفرج كمان على الجزء الاول. ده حصل وده هتلاقيه بيحصل. ده هو ده الجزء الاول وبدوروا عليه شخصيتك هتبقى شكلها ايه في الجزء الخامس كمان من المداح؟ رجعنا للمداح، هل بقى في تطور للشخصيه بعد مختلف؟ بص كل سنه لازم هيبقى في تطور لازم، وده لن يقبل بيه المؤلف ولا المخرج ولا انا غير ان احنا نطور في الشخصيات، وبالنسبه لي انا كمان بركز في ده جدا جدا جدا، فان شاء الله هتلاقي تركيز في الشخصيه جدا. هتجوز حد تاني غير دنيا بسيطه؟ هتجوز حد تاني السنه دي؟ خليها مفاجآت. هو انت قصدك في المسلسل؟ في المسلسل لو في الحقيقه هتودينا في داهيه، في الاعلام مش فيش في الحقيقه. مش في الحقيقه. لا عايز اقول لك نورتني. وهل ممكن يبقى في عمل تاني في رمضان ولا برضه هنكتفي بالمداح السنه؟ لا ما بقدرش اقول لك نكتفي، وما اقدرش اقول لك فيه غير لما اكون انا حاسس الحاجه اللي انا حاساها. اكيد. الحاجه اللي انا اقدر اعملها بحب يعني. اكيد. قول بقى لحماده هلال واغنيته الجديده حصل كمان سمعتها ولا رايك؟ لحماده انسان جميل، شخص طيب محترم جدا جدا. يعني بني ادم محترم، وبسعد بالشغل معاه هو واحمد سمير فرج الحقيقه. اكيد اكيد. شكرا.